قادم. إذا لا يتم التعويل على الموقف الأمريكي والموقف الغربي بالعموم. إذا ما انتقلت إليك دكتور ربحي، إذا الأستاذ زياد يقول ويؤكد لا يمكن التعويل على الموقف الأمريكي والغربي، ومعك أكدنا أنه لا يمكن التعويل على الموقف العربي، ولكن لماذا الجميع يتجاوز السلطة الفلسطينية التي هي بالأساس دوليا من يجب أن تتحرك حتى ولو بخطابات من أجل محاولة رفض ما يحدث الآن في رفح؟ أخي، أنت تتحدث عن سلطة أنت تعرفها والعالم كله يعرفها، وأمتنا وشعبنا الفلسطيني وكل من يتابع الأمور يعرف أن هذه السلطة هي ذراع من أذرع الاحتلال، هي تنتظر وتنتظر بفارغ الصبر على أن تتسلم مقاليد الأمور في قطاع غزة، ظنا منها أن الاحتلال سيفلح بالنهاية وستمتد سلطتها من رام الله اتساعا إلى أن تتولى الأمور في قطاع غزة. وبالتالي هذا الصمت ليس صمتا يعني مجرد صمت ومتفرج، هو أكثر من ذلك، هو بانتظار ما وعد به من قبل الاحتلال والإدارة الأمريكية أنه سيسلم هذه السلطة الإدارة في غزة ليطبق في 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 قطاع غزة ما يطبقه في الضفة من عداء شرس للمقاومة وللبندقية المقاتلة ولأبطالنا الذين يقاومون الاحتلال. وبالتالي هذا الصمت ليس غريبا، وليس كما قلت، هم ينتظرون العطاء الذي وعدوا به بأن يتولوا هم قطاع غزة. ولعلكم أذكركم بالستة الذين تم إلقاء القبض عليهم قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع وهم يعبرون إلى رفح خلسة، وتم إلقاء القبض عليهم وتبين أنهم عملاء من قبل السلطة، وهناك أربعة آخرون ما زالوا يعني مجهول، ما زال مصيرهم مجهولا. عشرة مبعوثين أرسلوا إلى القطاع تمهيدا لتولي السلطة الأمور والتحضير لذلك على صعيد شعبي وصعيد إداري، ومواصلة إمداد الاحتلال بمعلومات تمهد له إنهاء مهمته في القضاء على المقاومة. لكن كل هذا هم يعني يخططون، والاحتلال يخطط والإدارة الأمريكية تدعم، وإن كانت لغتها كما تفضل ضيفكم الكريم أتفق معه بالمطلق أن الإدارة هي التي ترعى العدوان، على الرغم من اللغة التي تغيرت بعض الشيء مؤخرا حرصا على المصالح الانتخابية التي ينتظرها الرئيس الأمريكي. وأذكركم أيضا ذهب مبعوثان وزير الدفاع الأمريكي أوستن وسبقه بلينكن، وتذكرون كيف تعامل معهم نتنياهو وعصابته وكأنهم أرانب، حتى بدأوا يشعرون بالخزي أمامهم وكأنهم أمام سيدهم ويتلقون تعليماته منهم. هذه المظاهر كلها قالت كلمتها بوضوح، وإن لم تعلن بشكل رسمي، لكن الذي يجري هو عدوان تتولاه الإدارة الأمريكية رغم صمتها ورغم لغتها التي تغيرت بعض الشيء كما قلت. هو الذي يحمي الاحتلال، هو الذي ينتظر أن ينتهي الاحتلال من الوصول إلى أهدافه التي رسمها، لكنه لم يستطع حتى اللحظة تحقيق أي من تلك الأهداف الثلاث التي حددها لنفسه هذا العدوان المتوحش، ولن يستطيع تحقيق أي من تلك الأهداف. وبالتالي أقول وأؤكد مقاومتنا رغم يعني القوى الصامتة المتوحشة التي تنظر وتتفرج على ما يجري، وأقصد هنا أنظمتنا العربية وعلى رأسها النظام المصري، ينتظرون لأن يعود قطاع غزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية أو ما يهيأ بديلا للسلطة على شاكلتها وعلى مقاسها، لكي يستقر الأمر
لسيطرة غزة، سيطرة مصر النظام على غزة من خلال وجود عملاء وأذرع تحمي الاحتلال ومصالح الاحتلال وتحمي مصالح النظام المصري القائم الذي، ودعني أقول هنا بصريح العبارة وإن كنت يعني دعني أوضح أنني أعتبر هذا الصمت انخراط مباشر في العدوان، وإلا على النظام المصري أن يوضح موقفه اليوم قبل الغد وأن يرعوي وأن يتوقف. تاريخ مصر لن يسمح باستمرار هذا العدوان والانخراط في العدوان، رغم اللغة والصمت المطبق الذي يمارسه النظام المصري وتجري أمام مرأة من المجازر الوحشية في غزة. رأينا ورأى كل العالم ما يجري، الجثث تحت الأنقاض في بيوتها والنظام يتفرج، لم تطلق طلقة واحدة من جندي مصري بأمر رسمي لمواجهة هذا العدوان. ما الذي ينتظره السيسي وغير السيسي؟ طيب